نعم اكيد مستمرين وياكم بحلقتنا لهذا اليوم، ومثل ما تعرفنا على حال الطقس خلونا نتعرف ايضا على حركه السير المروريه اللي راح تكون مع سياده العميد حيدر كريم مدير اعلام وعلاقات مديريه المرور العامه. يسعد صباحك سياده العميد. صباح الخير سياده العميد. صباح الخير مصطفى، صباح الخير حسناء، يعني صباح جميل ان شاء الله، وصباح خالي من الحوادث، وان شاء الله الجميع يعني بسير امن يا رب. يا الله منا مديريه المرور العامه ان شاء الله. سؤالنا المعتاد سياده العميد، كيف هي حركه السير في شوارع بغداد؟ يعني اليوم كل حركه المعتاده، يعني بدايه اسبوع وبدايه دوام، شهدت بغداد زخم جدا عالي في بدايه الصباح الباكر. نعم. ولحد يعني الان يعني اكو مراكز بغداد تشهد بها كثافه، يعني خصوصا مراكز التسوق في السنتر بغداد، الباب الشرقي، الباب المعظم، يعني شهدت عندنا السريع محمد القاسم، القناة مخارجها مداخل السريع والقناة على المراكز، منطقة شرق القناة باتجاه المراكز أيضا عندنا شهدت كثافة. نعم. يعني على العموم اليوم أنتم مثل ما ويانا مواكبين في هذه الأمور، يعني كل يوم اثنين ثلاث، اليوم اثنين العفو، اليوم أحد، تصبح حركة السير جدا عاليه او كثافه عاليه. صحيح. في مداخل بغداد وفي وسط بغداد، جانب الرصابه شبه ما يكون فيه الزخم في بدايه الامر كثافه عاليه، لكن تدريجيا يبدا يتلاشى. عندنا باستثناء هذه المراكز اللي قلنا ذهب واياب، يصير عندنا بها لود في حركه السير. نعم. عندنا جانب الكرخ من السيطرات الرئيسيه، السيطره 75 وسيطره الشؤون التاجيات باتجاه مركز بغداد من جهه الكرخ اللي هي منطقه الكاظميه، ايضا عندنا شهدت مناطق الساحات القريبه عدن، صنعاء، شهدت عندنا كثافه ذهب وياب، ايضا عندنا من سريع الدوره باتجاه نزلت البيوت، ايضا شهد عندنا كثافه، عندنا المصافي شهدت عندنا كثافه، الطريق الرئيسي والحيوي اللي هو من اليرموك باتجاه الاندلس باتجاه الفارس. نعم. وحتى العلاوي هذا عندنا ذهاب اياب شهد في بدايه الصباح كثافه عاليه، لكن احنا بعد العاشره تبدا شوي شوي نوعا ما من الكثافات صح تقل. صح. باستثناء الرصافه، يعني اكو في مناطق الرصافه اكثر يمكن من الكرخ يوجد فيها الكثافه. صح، بالذات تقاطع جامع النداء مشكله منذ الازل هذه موجوده. يعني التقاطعات تصير برصافه جدا مزدحمه. واكو نقطه ايضا انت ذكرتها قبل فتره، يعني وكل الشكر والحب والاحترام اكيد لكم، انه هوايه رفع السيطرات والحواجز الكونكريتيه الموجوده بالشارع قللت، اللي سهلت حركه السير اكثر. والله هاي الخطوه ان شاء الله يعني لاقت استحسان جدا عالي من قبل دوله رئيس الوزراء بخصوص رفع هذه السيطرات، يعني لتخفيف العبء والزخم الموجود على الشارع العراقي والشارع البغدادي في هذا الوقت، يعني والحمد لله والشكر. يعني احنا ايضا ما ننسى جهد الامانه، جهد جميع الدوائر ومن الحسد في اكساء، ايضا من خلال منبركم في اكساء واعاده تاهيل اغلب الشوارع الموجوده في العاصمه بغداد، سواء كانت الطرفيه او كانت في مركز بغداد. سياده العميد حيدر كريم، شكرا لك ولتواصلك ويانا. اذا مشاهدينا الاحباء باقين ومستمرين وياكم بفقراتنا الصباحيه، لكن بعد هذا الفاصل.